نحن لازلنا في معسكر فرضة نيم، وكما يدعي هؤلاء المتمردين الحوثيين بأنهم سيطروا على معسكر فرضة نيم، هذه الدعاءات كاذبة. لازلنا في المعسكر ولازلنا متقدمين نحو العاصمة صنعاء، ونحن متقدمين لحوالي 4 كيلو خلف معسكر فرضة نيم نحو العاصمة صنعاء، ونحن مستمرين بالتقدم. فلا يكذب هذه الإعلام هم الكاذب، فنحن والله لازلنا في معسكر فرضة نيم، ونحن متقدمين، ونحن يعني متابعينهم بعدهم حتى إنهاكهم، حتى إخراجهم من العاصمة صنعاء، وحتى تطهير العاصمة صنعاء من هؤلاء المتمردين الذين أفسدوا في وطننا وفي شعبنا. فنحن متقدمين، فوالله إن أتيناك يا صنعاء وقادمون يا صعدة إن شاء الله. يا سرنا باي يا مازل الله يا نحننا أبناء الجيش والمقاومة في معسكر الفرضة بتاريخ 20/2 نكذب ما يروج به الإعلام الحوثي أنه تم السيطرة على معسكر الفرضة بعد أن تشله الجيش الوطني والمقاومة، ونحن اليوم هنا صامدون، وهذا معسكر الفرضة يعتبر المؤخرة للجيش الوطني والمقاومة، بينما هناك الصفوف والمتارس والمواقع الأمامية للجيش والمقاومة، ونحن مسيطرين، وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف نتقدم على ما بقي من المواقع التي توجد فيها الميليشيات الحوثية، وسوف نسيطر على صنعاء وما حولها وما جاورها. اليوم مقاتلينا يعني وما زالوا يسطرون أروع الملاحم والمعارك في ما بعد ملح وبالقرب من مسوره وفي محلي، ولا صحة لما يردد الأخبار الكاذب بأنهم قد أخذوا الفرضة وأنهم استعادوا لمعسكر ماس وأنهم يعني استعادوا المارب. هؤلاء عبارة عن عصابات من الكذابين ومن الدجالين الذين يلفقون أخبار ويكذبون على الناس من أجل أن يقدموهم إلى الموت. نحن غدا سنكون في نقيل بن غيلان، وبعد غدا إن شاء الله سوف ندخل صنعاء وأرحب وعمران وكل هذه المناطق. المقاومة والجيش الوطني لا يمكن أبدا أن يتراجعوا، وأي مناطق أخذناها لا تراجع عنها ولا يمكن أبدا أن ننسحب عنها، بل نحن نتقدم في كل ساعة وفي كل يوم تقدمات جديدة.